لا تمل الصين من الاستمرار في مساعيها لإعادة الوحدة مع تايوان، وترفض مقابل ذلك أي حديث عن إمكانية استقلال الجزيرة حتى ولو استخدمت القوة. ذلك ما أكده متحدث باسم مكتب شؤون تايوان في مجلس الدولة. المسؤول الصيني قال إن بكين مستعدة لإيجاد إمكانات واسعة لإعادة الوحدة مع تايبيه، لكنه حذر من أن أي أنشطة تهدف إلى استقلال تايوان ستعني الحرب حسب تعبيره، وأن بلاده لن تتسامح مع القوى الداعية لاستقلال تايوان في حال قامت بأي استفزازات. التصريحات الصينية هذه جاءت ردا على أخرى لبعض السياسيين في تايوان المؤيدين لاستقلال الجزيرة، وقالوا إنه لا يوجد لدى بكين جدول للعمليات القتالية ضد تايوان في حال اتخذت خطوات نحو إعلان الاستقلال. وبالتزامن مع ذلك، وجه الادعاء العام في تايوان اتهاما لعشرة جنود بالتجسس لحساب الصين، ومن بين التهم الموجهة لبعضهم هي نقل معلومات سرية إلى بكين مقابل المال. هذه التطورات تأتي في ظل عودة التوتر إلى منطقة بحر الصين الجنوبي. من أبرز صوره إعلان الجيش الصيني قبل يومين أنه أبعد مدمرة أمريكية من المنطقة ووجه لها تحذيرا، لكن الولايات المتحدة قالت إن السفينة الحربية كانت تقوم بعملية روتينية. وأسفرت الحادثة عن تبادل الاتهامات بين بكين وتايبيه بعدما وصفت تايوان خطوة الجيش الصيني بأنها استفزازية وتهدف إلى زعزعة الاستقرار في بحر الصين الجنوبي.